الغرب يعلنها. كنا نعلم أننا سنصل إلى هذا الموقف، وعلى أوكرانيا تقديم تنازلات. نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار، والفصائل تعلق الإفراج عن الأسرى. إيمانويل ماكرون يتراجع عن تصريحه، خوف أم ذكاء؟ وسفينة مساعدات تركية أخرى تتجه نحو القطاع. بعد رفض تل أبيب، واشنطن تؤكد أن القطاع سيعود لشعبه. خطة الفصائل الاقتصادية بدأت منذ عامين. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب إيران بالتدخل. أوروبا تغلي لأجل القطاع، وأوكرانيا تشكو سخرية الناتو. الغرب يصب جام غضبه على قيادة كييف. هل من هدنة قريبة؟ يخفت الحديث عن المعارك والاشتباكات لتعلو مطالب تحرير الأسرى. ونتنياهو يصرح في مقابلة مع شبكة CNN بأن تل أبيب لن توافق على وقف إطلاق نار شامل ودائم في القطاع إلا مقابل إطلاق سراح الأسرى، لكنها مستعدة لهدنة إنسانية محلية وقصيرة الأمد. من جانبه، أفادت وكالة رويترز أن الفصائل علقت المفاوضات بشأن المحتجزين العبريين بسبب التصرفات العبرية حول مجمع الشفاء الطبي، ليأتي الدور على مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الذي أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يهدأ له بال حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين تل أبيب والفصائل يتضمن إطلاق سراح الرهائن من القطاع. لكن سوليفان عاد ليقول بأن البيت الأبيض يشدد على أن تل أبيب يجب أن تتبع قواعد الحرب أثناء العمليات العسكرية داخل القطاع. في سياق آخر، أكد البيت الأبيض أيضا أن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر شكل الحكم مستقبلا في القطاع، ويقول إن واشنطن منخرطة في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل. بدوره، اتجه الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش بحديثه نحو إيران ليحث سلطاتها على حمل الفصائل على إطلاق سراح الأسرى ومنع مقاومة لبنان من التدخل في الصراع مع تل أبيب. في المقابل، وبعد تحميله تل أبيب مسؤولية تعمد إيذاء المدنيين الأبرياء في القطاع، تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصريحاته التي أثارت ضجة في تل أبيب. ما الذي حدث ليغير ماكرون موقفه؟ الإجابة لكم. ونقل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن أوروبا تغلي ومئات الآلاف يتظاهرون احتجاجا على الدعم الغربي لأعمال العنف في القطاع. ليعلن السفير التركي في مصر إرسال سفينة تحمل 600 طن من المساعدات إلى القطاع. في الاقتصاد، أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن الفصائل تحولت للعملات المشفرة كملاذ للتمويل في العامين السابقين لهجومها على تل أبيب. وأفاد تقرير للصحيفة أن المخابرات العبرية رصدت منذ 2021 عشرات ملايين الدولارات في محافظ مالية مرتبطة بالفصائل. لازلنا في الشرق الأوسط لكن بعيدا عن الحرب، أو قد يكون هذا متعلقا بالحرب، من يدري؟ حيث أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا أن 5 جنود أمريكيين لقوا حتفهم بحادث تحطم طائرة عسكرية أثناء التزود بالوقود في الجو شرقي البحر الأبيض المتوسط. صدمة غير متوقعة. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ونقلت قناة The Hill TV الأمريكية في تقريرها: كنا نعلم أننا سنصل إلى هذا الموقف حيث يتعين على روسيا وأوكرانيا بدء المفاوضات، مضيفة أنه من المحتمل أن تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات إقليمية. يخرج ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر مصرحا بأن الدول الغربية تبحث بنشاط عن خيارات لرفض مساعدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأنها تدرك أنه خاسر في الصراع مع روسيا. وأضاف أن الدول الغربية فشلت في تحقيق هذا الهدف، لذلك لم تعد بحاجة إلى زيلينسكي وأوكرانيا. في المقابل، اعتبر ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن بلاده ليست بحاجة لعروض تفترض التخلي عن جزء من أراضيها مقابل ضمانات وعضوية في الناتو، وإنما إلى مساعدة عسكرية كاملة. وذلك بعد تقارير للناتو وصفتها كييف بالساخرة، أكدت أن على أوكرانيا أن تتفاوض بحدودها الحالية. لتعود صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية وتنقل عن مصادر في البنتاغون قولها إنها اضطرت لتقليص الدعم المقدم لأوكرانيا بعد استنفاد 95% من الأموال المخصصة لذلك. بينما أفادت وسائل إعلام غربية بأن الغرب انتقد القيادة الأوكرانية لخسارتها معدات عسكرية باهظة الثمن
ألف الناتو في هجوم فاشل على المناطق الروسية المحصنة. وأشارت الوسائل إلى أن القوات الأوكرانية تلقت كل ما قد يكون ضروريا لاختراق الجبهة، الدبابات والمدفعية والأسلحة الأخرى الألمانية والبريطانية والأمريكية. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 695 قتيلا وجريحا، وإسقاط 42 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال 24 ساعة حسب وكالة سبوتنيك.